وبزود ايمن حسين والبقيه جبناها وان شاء الله للنهائي وناخذه. شو رايك؟ والله اللعب صراحه بالشوط الاول كان شويه مهزوز بس الحمد لله والشكر فكر كاسات كان شويه عالي حتى اوراق رابحه والحمد لله والشكر جبنا 3 نقاط والصداره ابو طبر قصب قصب قصاب ابو طبر. شوف شنو مشاعرك باليوم؟ والله كانت لعبة حادة كلش، والله قلوبنا وقفت، يعني آخر هدف أنا قلبه يرجف، والقرآن، بس لعبة كلش حلوة، الحمد لله، ما في شلون. شنو تتمنى المنتخب؟ والله أتمنى للأحسن، أحسن، إحنا بلد نستاهل، إحنا نستاهل للأحسن ونترقى إن شاء الله. شلون شفت المباراة؟ شنو رأيك بالمباراة؟ اليوم سووا بينا المنتخب العراقي؟ والله إحنا هاي اللعبة صح إحنا مثل ما نقول المدرب نزل بتشكيلة جديدة، لكن إحنا كل لعبة عندنا نهاية، تمام؟ بالبطولة، كل لعبة عندنا نهاية، لعبة وبعصابنا هواية، تمام؟ الشوط الثاني استغلوها كلش هواية، لكن النهاية اللمسة الأخيرة ما كانت موجودة، الحمد لله والشكر أيمن ضيع لكن عوض آخر دقيقة، وهاي مثل ما تشوف الفرحة العراقية، لازم مثل كل لعبة نقول عندنا نهاية، حتى نوصل لآخر نقطة ونحصلها، شكراً. شو شفت والله راينا الاحسن لاعب يوسف الامين وزيدان اقبال يعني صراحه لاعبين من طراز عالمي وان شاء الله للنهايه وان شاء الله ماخذين النهائي وجايبين للعراق ان شاء الله.